ايه بقى قصة الكلين روم؟ الكلين روم دي هتبقى باللغة العربية طبعا عشان المشاهدين، هي اللغة بنقول عليها الغرفة النظيفة. دي ببساطة جدا مجهزة بإمكانيات ممكن نقول متفردة في منطقة الشرق الأوسط، بعض الجامعات القليلة جدا جدا اللي تمتلك هذه الإمكانية. دي قادرة على تصنيع الرقائق الإلكترونية، نقدر نصنع بيها رقائق إلكترونية، وممكن نقول إنها كمان على مستوى نصف صناعي وليست بحثي فقط. يعني هي ممكن كمان تنتج الرقائق الإلكترونية والميمز اللي هي بنقول عليها مايكرو إلكترو ما مايكرو إلكترو ميكانيكال سيستمز. الميمز يعني حضرتك مثلا في الموبايل في عندك شرايح خاصة ب الحركة والجيروسكوب واتجاه القبلة وكل الكلام دون، احنا نقدر نصنع هذه الرقائق الإلكترونية الصغيرة جدا جدا في غرفة الغرفة النظيفة. طبعا انا ده عرفته من دردشة مع الزملاء هنا، فشبط في اول ما شفت حضرتك قلت لك انا عايز اشوفها، قلت لي هتشوف بس ما تدخلش. ماشي انا موافق. سؤالي الاخير قبل بس يعني انا يعني لا احنا هنسمع لحضرتك طبعا تبص عليها من بره يعني المنتظرين. ما انا عارف ان هي ليها اشتراطات. نعم ليها اشتراطات واضح من الاسم يعني دي. نعم. الغرفه النظيفه. نعم. ما بتدخلش. نعم. غير الشديد القوي يعني. نعم. طيب اخر حاجه متعلقه بالغرفه دي انتاج كمي يعني انا في يوم من الايام يا رب ما يحصلش حاجه في تايوان، بس لو حصل حاجه انا ما اتضررش، دي نقطه. النقطة الثانية أقدر أساعد العالم بإنتاج من عندي؟ طبعا هو الميزة الأجهزة اللي موجودة عندنا بتبدأ من عمليات التصميم والتصنيع والاختبار أيضا. يعني ممكن نعمل حاجة اسمها characterization، نختبر كمان الرقائق دي كمان بعد ما يتم العمل بيها في صورة منظومة كاملة. أقدر أطلع رقائق إلكترونية كاملة تقوم بوظائف محددة، لكن طبعا مش هنقدر نقول ان هي بالسكيل الانتاج الكمي الكبير انتاج تايوان يعني. لا طبعا، لكن تغطي بعض المتطلبات على مستوى نصف صناعي، نقدر نقول نصف صناعي، مش كمي بكميات ملايين مثلا للرقائق الالكترونيه، ولكن بالكميات اللي احنا نحتاجها في يوم من الايام تبقى نواه لانتاج. نعم. حقيقي انتاج كمي اقتصادي الى اخره يعني. نعم. في وقت من الاوقات. طبعا طبعا طبعا.